طرق الإحسان للجار إيه؟ الإحسان للجار إما مادي وإما معنوي. ولما نقول معنوي مساعدة طبعا لما نلاقيهم محتاجين، لما الإنسان يقف بجوار جاره عندما يحتاج يساعده بمال، يساعده بقضاء حاجة، يساعده بطعام بشراب. احنا بننسى ان الجار يتعلق بجاره يوم القيامة ويقول يا رب سل هذا لما أغلق بابه في وجهي ومنعني خيره. سيدنا النبي قال كده، قال بأن الجار يتعلق بجاره يوم القيامة، تعلق فيه ويقول يا رب سل هذا لما أغلق بابه في وجهي ومنعني خيره أو منعني معروفه. لذلك كل من كان قادرا لا ينبغي له أن يمنع معروفه وخيره عن جاره، خصوصا لما يبقى حاسس أن جاره في شدة أو في احتياج أو في أزمة. نعم. الأمر المهم جدا، طيب أنا مش قادر أساعد بالمادة، طيب أساعد بالكلمة، بالدعاء، بالابتسامة في وجهي، بالكلمة الطيبة. الكلمة الطيبة من أعظم الصدقات طبعا طبعا. قال رسول الله طبعاً، الكلمة الطيبة صدقة. وكلما كان الجار يحس بثواب إعطاء الجار وكرم الجار والستر على الجار، كلما كان فعلا محسن إلى الجار. يا قضيتنا إن إحنا مش عارفين ثواب الإحسان إلى الجار إيه. ده سيدنا النبي جعل علامة الإحسان إلى الجار من علامات الإيمان صلوات ربي وسلامه عليه، وقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فليحسن إلى جاره. إذن شوف، عشان يبالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الإحسان جعل الإحسان مرتبط أو علامة من علامات الإيمان. لذلك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام سئل عن امرأة تصوم وتصلي وتصدق وتفعل 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 غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها، هي في النار. رغم كل اللي بتعمله، ولكن عشان تصوم وتصلي وتتصدق وبتعمل وبتعمل وبتعمل. وسئل عن امرأة لا تصوم إلا المكتوبة ولا تصلي إلا المكتوبة، يعني الفريضة الفرائض فقط، ولكنها تحسن إلى جيرانها بلسانها، هي قضية اللسان. فقال رسول الله هي في الجنة. إذن لما نسمع حديث زي ده ونعرف أني أنا لابد أن أكف لساني وعيني عن أذى جاري، ممكن أذيب العين أن أنا أتطلع إلى العورة بتاعته، أذيب اللسان أن أنا أشوف وأنقل مساوئ هذا الجار إلى الناس برة، يبقى إذن إحنا بنقع في مشاكل كتيرة. وبنسمع شيء محزن جدا بقى لما نلاقي حد مثلا يحكي أنه كان في كارثة أو حصل مصيبة عنده في بيته وما فيش حد من الجيران فتح الباب. ده بيحصل، وأكم من حوادث معناها أنه في ناس اتوفت داخل بيوتها. ده صحيح، وبالتلات أربع أيام حدش عارف حاجة عنها، والناس وعارف أن جاره مريض وما يحاولش يخبط عليه ويزور، يسأل عليه، ويفاجأ وهو نزل على الشغل أنه حاطين النعش بتاعه قدام العمارة. إحنا وصلنا في حالة، يعني حالة قسوة عجيبة قوي، الواحد بيتعجب. يعني كنا زمان لما يبقى في حالة وفاة في 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 بيت حد من جيراننا ما نفتحش التلفزيونات ونقعد، رغم ان احنا جوه بيوتنا مقفول علينا الباب، يقول لك لا يسمعوا. ده كان اقول ما نفتحش خالص. ده كانوا بيعملوا احتراما حاجة، كانوا بيعملوا حاجه غريبه. ده حاجه سبحان الله، ده ما كانوش يرضوا يشتروا الملوخيه الخضراء علشان يطبخوها، يقول لك لا لانها فيها علامه من علامات الفرح كده، ان عشان ريحتها بتطلع فانتوا ليكوا نفس تاكلوا حاجه. شوفي كلها حاجات بسيطه طبعا وملهاش معنى، ولكن يعني ملهاش اساس يعني، ولكن ليها معنى احترام. الاكل مش حرام طبعا، ولكن يقول لك لا بلاش ما نعملش الاكل بتاعنا بالطريقه دي وجارنا
اصلا يعني حزين. عنده حزن عنده لا حزن. ده دلوقتي الغريبه ممكن تلاقي الشقه دي فيها فرح والشقه دي فيها ميتم وكنا برضه لو في فرح ولا هم هنا يتأجل ولا هم هنا ولو صعب تاجيله نروح ونخبط على بابهم يعني. ونستاذنهم على استحياء شديد جدا ويبقى فيها نوع من اننا بنستسمحهم انه احنا هنعمل مثلا بس بعيد مش حتى مش في الشارع ولا في البيت ولا اي حاجه هنتمم الجواز بس بعيد نعم فاحنا للاسف احنا فقدنا هذا وكنت قرات من زمان قوي خبر في حاجه في فرنسا في بعض الولايات اسمها عيد الجيران عيد الجيران ده يوم بياخدوه اجازه في المكان ده والجيران كلها تتجمع فيروحوا اول واحد فوق ساكن فوق يروح نازل مخبط على اللي تحت واخده من ايده والاثنين واخدين بعض ومخبطين على الثاني وماسكين بعض ويفضلوا كده واللي في العماره الثانيه يعمل كده ويتجمعوا في ساحه كبيره جدا ياكلوا ويشربوا ويتعارفوا طب يعني ليه احنا ما نعملش ودول ما لهمش اي علاقه بقى بديننا هي مش ولا هي مش مساله دين دي مشاعر احنا انسانيه عندنا على فكره احنا عندنا اعظم وعندنا اجمل وعندنا اللي يرقق قلوبنا احنا عندنا قران صحيح وعندنا سنه بس للاسف احنا هاجرين ده ومش مهتمين بده صح وربنا يستر نرجع ال ال الجمال والاحاسيس الجميله الممتعه هي ممتعه شيء ممتع جدا انت بتعمل حاجه فيها استمتاع ليك ولغيرك نرجع ازاي العلاقه الطيبه نعم بين الجيران نقرب المسافات ان احنا ازاي ان احنا نذكر في خطبنا نذكر في المواعظ نذكر في الدروس اللي زي ديت والحلقات نبدا بنفسنا يعني في ناس لا خبطوا على بعض واسالوا على بعض بالضبط واعملوا زي ما فضيلة الشيخ بيقول كده نتلم كلنا شيل على ايدك كده وخبط على جارك واديله من حاجه حلوه انت عاملها اكلمه لما تسمع في مشكله بينه وبين ابنه تدخل انا بقول لك لا اقفل عشان جاري ما يعرفش ان احنا بنتخانق الله احنا اصبحنا بنتحفظ جدا من بعض وخايفين طبعا ده مش صح صحيح نعم. صحيح نفسنا نرجع تاني المعاني والحاجات الحلوة اللي موجودة في حياتنا يعني الجيرة شيء عظيم جدا وأنا هنتهز الفرصة يا فضيلة الشيخ وأقول لكل جيراني اللي موجودين وعايشين ربنا يديكوا الصحة وطولة العمر وأنا بحبكم جدا لأني عشت طفولتي وعمري معاكم واللي توفى ربنا يرحمهم يا رب ويحسن إليهم ويجعل مسمهم الجنة إن شاء الله على قد ما في يوم من الأيام كان في بيننا وبين بعض علاقة طيبة وكلها حب وقرب من ربنا سبحانه وتعالى نورتني يا فضيلتي